السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة لنعرفكم على هذا المركز التجاري الرائع الذي تم افتتاحه مؤخرا بالمدينة الجديدة تاع علي منجلي، واللي تعرف في السنوات يعني الأخيرة خاصة منذ افتتاح خط تراموي بها وتوصيلها بمدينة قسنطينة أصبحت مركز حضاري وعمراني كبير ومتطور، فيه عدة منشآت جديدة وعدة مرافق نتاع يعني اجتماعية وجوارية تم فتحوها في كل مجالات، يعني أصبحت مدينة متكاملة بأتم معنى الكلمة. إذن في هذا الإطار خليكم تتابعوا هذا الفيديو حول هذا المركز التجاري اللي يعتبر رابع مركز تجاري يفتتح في مدينة علي منجلي. إذن أتمنى أن تتابعون، والسلام عليكم.